المركز الثاني في بطولة بحاجة إلى مجهود كبير. نتمنى في المواسم القادمة مشاهدة فرق أخرى، يمكن لنا فترة من بداية التعليق ما شفناها. عندك أندية كثيرة بصراحة في كأس العراق تقدم كرة قدم جميلة وما نشوفها في النهائي لها فترة، وبعضها ما ظهر حتى على مسرح المباراة النهائية. نبيل ميناء نجف بالنسبة لنفط الوسط، وهنا كأس المركز الثاني. إجانجي موندي جوستيف يحمل كأس البطولة. شوف لما تبذل جهد وتصل إلى المباراة النهائية دائما تكون تحت الأضواء، على كل فريق أن يبذل مجهوده الخاص به ليصل إلى هذا المشهد الكروي إن ما أراد أن يحظى بهذه الحفاوة. نهاية الموسم كابيتانو الزوراء، لقب أول عام 76، إرث كبير طيلة 50 عام للزعماء للنوارس لمدرسة كرة القدم العراقية. لقب أول على حساب البلديات، 3-1 على حساب الجيش عام 79، بالبلنتيات عام 80 على الطلبة، أو بعام 81 1-0 على الطلبة، وعام 82 2-1 على ذات الفريق الطلبة الذي أيضا يفتقد في مثل هذه المشاهد الكروية، 3-0 على القوة الجوية عام 89، بال90 على الشباب بركلات الترجيح، بال91 أيضا بركلات الترجيح لكن على الجيش، في 93 2-1 على الطلبة، و1-0 على الطلبة عام 94، 3-0 على الجيش 95، 2-1 على الشرطة في العام 96، بالبلنتيات في 98 على القوة الجوية، في 99 على حساب الطلبة بالهدف الذهبي، في 2000 بالبلنتيات على حساب القوة الجوية، في 2017 على نفط الوسط 1-0، وفي 2018 بذات 1-0 اليوم برأسية صفاء هادي على حساب الكهرباء. إنه اللقب 16 في مسيرة زعيم الكرة العراقية، يتوج نفسه بألقابه بمشهوده، 14 دوري 16 كاس، له الحق أن يفتخر بألقابه وبمجهوداته بأرقامه وبإحصائياته بنجومه وبأساطيره بمحبيه ومشجعيه أينما تواجدوا. فريق حكيم شاكر انتشله من ضياع بداية الموسم، قدم أداء جيد في دوري أبطال آسيا، خرج من الدوري لم ينجح في الفوز فيه، دوري ذهب للشرطة الذي سيطر على المشهد منذ البداية. جلال حسن تألق الليلة وتعملق، مصطفى محمد على الظهير اليمين، في قلب الدفاع عباس قاسم والنجم شوان، إحسان جويد الكابيتانو، وابن حلب الشهباء على الجهة اليسرى، صفاء هادي برأسيته الخيالية، أحمد فاضل بأفضاله على منتصف الملعب، الرضا كل الرضا على محمد رضا المنصوري وعمر المنصوري في خط المنتصف، على عباس الهداف الجولاسوس الحالي ومهند عبد الرحيم القيدوم بأهدافه المميزة، أبو حالو كبديل حاضر، وأمير صباح هو بالفعل حقا أمير من خلال أحداث هذا اللقاء بالإضافة لعلي رحيم. هذا هو الجيل الذي نجح في تتويج الزوراء حاليا ببطولة كأس العراق، في انتظار التتويج مع الكابيتانو إحسان جويد. جماهير الزوراء الغفيرة الكبيرة عشاق النوارس أترز ذا كينج حاضرين من أجل استلام كأس بطولة كأس العراق للموسم الحالي. زعيم الكرة في العراق مسيرة الألقاب في ال50 سنة الماضية، هذه قبلة الفرح لصاحب الفرح، هذا عريس الليلة، هذا عريس الليلة صاحب الامتياز مع الحارس جلال حسن بالتصدي الخيالي للهجمة التي تلت الهدف بالنسبة لفريق نادي الكهرباء. أحاديث كثيرة
في احاديث كثيره راح تكون بعد هذه المباراه لموسم قادم بالنسبه للك. ايوه هذا هو المشهد، جماليه المشهد بالالعاب الناريه الحاضره قبل ان يتوج. يلا بسرعه اعطوهم الكاس، خلي يفرحون خلي يفرحون عشان اللقطه تكون حلوه، عشان اللقطه تكون حلوه مع فريق نادي الزوراء بلقب كاس العراق للموسم الحالي. اذا الزوراء فريق نادي الزوراء بطلا لكاس العراق للموسم الحالي 2018-2019 للمرة السادسة عشر في تاريخه. زعيم الكرة العراقية هكذا اعتاد، إكلاك جديد وطبيعي لهذا المشهد الكروي على مستوى كرة القدم العراقية. ألف ألف مبروك لنادي الزوراء بطل كأس العراق، هارتك لفريق نادي الكهرباء. محمد السعدي رافقكم من خلال أحداث هذه المباراة والعديد من المباريات هذا الموسم، آمل أن نكون قد قدمنا لكم نقلة مميزة على مستوى شاشة قنوات الكأس. نلقاكم بإذن الله تعالى في مناسبات قادمة، كل عام وأنتم بخير. تقبلوا تحياتي وتحيات وسط عمل شبكة قنوات الكأس. العودة إليك خالد محمد للحديث عن الأحاديث عن هذا التتويج الجميل لفريق نادي الزوراء. إليك. شكرا دكتور محمد السعدي. اذا نقول مره ثانيه الف مبروك لفريق الزوراء هذا الانتصار وهذا التتويج وهذا المشهد الختامي الذي ظهر في ابهى حله بالنسبه لموسم رياضي في كره القدم العراقيه. نقول لهم الف مبروك، شكرا لجميع من اجتهد وعمل خلال موسم رياضي كامل من اسره الاتحاد العراقي لكره القدم، من اسره وزاره الشباب والرياضه، من جميع مجالس إدارات الأندية، جميع اللاعبين، جميع كل من عمل خلال موسم وأنجح الموسم الطويل والطويل وكان شاق جدا على الجميع، ولكن في المحصلة والنهاية هي كرة القدم هي متنفس وعشق الجماهير. نقول ألف مبروك، نقول ختامها مثل ما تعوضت عن كل مشكور. مشكور الله عوضت الحمد لله.